أمك نورة صح؟ نعم نورة بنت محمد. علمنا عنها لأنها واضح أنها ما شاء الله تبارك الله طلعت لنا رجال بمعنى الكلمة. ما عليك زود جعل أبوك في الجنة. والله أمي نورة بنت محمد جعل ربي طول عمرها صنعت فيني شيء ما يصنعها الرجال. أمي هي اللي ربتني أحسن تربية وخذيناها طال عمرك يمكنها زمالة فيني وفين الوالدة الله يطول في عمرها. مرة من المرات كنت أنا جالس ويمكن يا حمد هذا الشيء برا السؤال كنا والله كنا جالسين في جلسة شباب المهم ذكروا لهم شخص وإحنا نلعب بلوت ورقة اسمع ما أدري إيش قال يا رجال همله تربية مرة حذفت أنا الورقة من يدي ود تشلي تربية مرة صاحي أنت ما رباك إلا مرة ولا متى تطلع من أنا ما طلعت ترى من بيتنا صرت أروح وجي إلا في الثانوي أنا كنت أداوم أيام الاختبارات تنقطع الباصات يصير كل يداوم على سيارته الخاص أنا كنت أداوم أروح الاختبارات أمي طبعا شرط النموت الله يطول عمرها أروح أنا أمي على الباب ليمن أوقف أمي لا عند باب المدرسة والله أنا عند باب المدرسة يمكن المجتمع اللي كنت فيه أذكر الكلام ذا أوقف عند الباب طال عمرك أمي على الباب ليمن أنزل أختبر أرجع أقعد 3 ساعات في المدرسة وأرجع أختبر على الباب ليمن بنروح نعبي اسطوانة أمي على الباب ليمن حتى لو كان مو بدي من هنا مو برضاك فيك كان يعني خوف نعم نعم ما فيك يميني طال عمرك يا يما بيروح ألعب كورة معي العمي مع الجماعة لا 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 أنا شريت لك بلايستيشن وتبي تشريف الشفاش ومن البقالة والعصير عن البقالة عندينا مسألة تبي تروح هذه انساء كنت أنا مع الوالدة حياتي كلها مع أمي وتقبلت أنت الفكرة وانت يعني بعمر صغير مراهق أكيد ودك تطلع ودي يا رجال ودي أروح مع الناس وأشرق وأغرب لكن مروس أنا ودي ذيك الأيام يعني كان يجيني يعني تكاك صغير ليه أنا ما أروح ليه أنا ما أجي أمي تطير توقع ليه أنت خرجنا من الثانوي والله ما أنساه كانت قالت أنا ربيتك أحسن تربية الحين قد تعرف الصح من الغلط الحين إيه ذا الحين عقدتك تعرف الصح من الغلط والله لا يجيني أحد يشكي منك النبطي وأنا ضايق عليك لا أحد يشكي منك والله أي والله حاولت إني أتوظف حاولت إني أروح حاولت إني ما قدرت وقتها كان أخوي صغير أخوي الكبير توظف برا الديرة صرت أنا يعني اللي ماسك البيت ماسك البيت إيه ماسك البيت كامل